يا أربع شموس فوق الحواسيب هل تحرس الروس هل تحرس الروس جيت المحاسيب كملوا مسيرة كربلاء كملوا مسيرة كربلاء وانتو حرس للعائلة كملوا مسيرة هالوادم يسموني أم البنين الأربعة هالوادم يسموني من يمدحوكم أفتخر وأحسبهم يمدحوني يا أربع شموس اشكثر بالمرتضى تذكروني أوصيكم عندي علم بكم تقر عيوني توفوا لي هدي أدري بوفاكم ويصير لي صيد في كربلاكم من أجل الإحسان ترخص دماغكم من أجل الإحسان ترخص دماكم وبساعة البين لو قطعوكم أربع قرابين فدوى الأخوكم خلوا الجثث فوق الفلاه وانتو حرس للعائلة خلوا الجثث فوق الفلا فوق العواسل قول يا أربع شموس يا أربع ساعدها ساعدها فوق العواسل خل تحرس كملوا مسيرة كربلاء راح تبتشيكم أم البنين اليوم راح تبتشيكم أم البنين مسيرة كربلاء وانتو حرس للعائلة فوق أدريكم بوقت الحروب تتنافسون بهم أدري بسباق التضحية كل من يحب دم وحسين ذا دار النظر بس ما لقاكم يم وحسين ذا دار النظر بس ما لقاكم يم وحسين ذا دار النظر بس ما لقاكم يم ما أدري أملك يا عذر وش راح أقول الأم وش راح أقول الأم لو ابني عباس قطعوها إيده وين اللي بينا ينصر عضيده معناها الإحسان قطعة وريده معناها الإحسان قطعة وريده معناها الإحسان قطعة وريده راسي الحسين صار على رمحه يا خوفي هالحين زينب تلمحه واسو الأخو بهالمسألة وانتو حرس للعائلة واسو الأخو بها
هالمسألة وانتو حرس للعائلة فوق العواصي. لخادم أهل البيت الدكتور عبد الله السقاي. أتمنى برماح العدة أربع رؤوس تلالي، أتمنى برماح العدة أربع رؤوس تلالي، وشوية محنية تظهر. ليش يا أم البنين بس رؤوس ماكو جسد؟ شو تقول اسمع؟ وشوية محنية تظهر بس راس أخوكم عال، وتحاوطونا بكل كتر تدرون شنو ببالي، خوفي رقية تلتفت وتشوف راس الغالي. بالكوفة والشام واس الحبايب، وبوحشة الليل خلكم كواكب، صيروا لليتام عين وتراقب، لو وحديتوه انتو المشاعر تستقبل وجوه اربع بواسل، تضوون دار بالراحلة وانتو حرس للعائلة، تضوون دار بالراحلة على النساء، بكم ضعنهم أحرق رمي الحجارة من العدة، تستقبله أربع عروس. بعد شو تقول أم البنين؟ خزر النواظر على الخصم وحموا الخدير والناموس، عين الشماتة تنعمي يغشى هضيكم يا شموس، خل تشغل الناس روس الهواجر بس لا يجرحون ذيك الفواطر، وتحملوا هنا ضرب وشتايل، أعرفكم أبطال والغيرة بيكم تصعب هالأحوال، أدري عليكم بيكم يشمتون الملك وانتو حرس للعائلة، بيكم يشمتون الملك وانتو حرس للعائلة فوق العواسل. اسمع، لو راسلي حسين بطشت والطاغي يسخر منا، لو راسلي حسين بطشت والطاغي يسخر منه، ريت الرؤوس الأربعة تصبح بدائل عن بس ما يضربون بعصا سيد شباب الجنة حسين، بس لا يضربون بعصا سيد شباب الجنة، ولا ينكسر قلب النبي والزهرة على الولا، ولا تنظر الراس بنت رقية وتحضنا وتموت من
الهرزية والعائلة هناك تنصب عزية مذعورة ليتام من هالمصايب من يقدر ينام وسط الخرايب سهرانة كل القافلة وانتو حرس للعائلة سهرانة كل القافلة وانتو حرس للعائلة فوق العواصي أمكم أنا يا الأربعة وآخر طلب راح أطلب زينب وصيت المرتضى يا خوفي ما دمعها يصوب زينب لا تتركوها بلا ولي وسط الدواوين تطب يوظلكم يشوف الزجر ما راح يجسر يضر وينك يا عباس اختك تريده اختك تريده وينك يا عباس اختك تريده انهض يا عثمان وجعفر عضيده عبد الله السيف لوحة على ايدك اسمع وسط الدواوين وقفت اخيتكم وسط الدواوين وقفت اخيتكم غيبكم البيت حين انتخذتكم زينب تصير الكافلة وانتو حرس للعائلة زينب تصير الكافلة وانتو حرس للعائلة فوق العواسل يا أربع شموس